ستجد الكثير من المشردين الذين يعيشون حولك حتى وإن لم تكن تعي ذلك من قبل. إنه لأمر محزن حقاً أن تكون مشرداً بالكامل وبلا مأوى حقيقية، ولكن الحزن الحقيقي تجده حينما تعثر على طفل صغير يعيش حياة التشرد تلك. في أحد الأيام سار أحد الأطفال المشردين نحو سيارة تجلس بداخلها سيدة ليطلب منها بعض المال لشراء طعامه، ولكنه بدأ في البكاء فجأة. جون ثيو هو طفل صغير مشرد، وكانت هناك طريقة واحدة فقط يستطيع من خلالها أن يحصل على الطعام. هذه الطريقة كانت تتطلب منه أن يظل واقفاً يسأل الناس أن يعطوه المال. اعتاد أن يسأل الناس في ساحة انتظار السيارات، وشيئاً فشيئاً بدأ بالاقتراب من الناس في سياراتهم ليطلب منهم أن يعطوه المال. كان مضطراً إلى فعل ذلك لأنه يريد الحصول على الطعام. لقد خذله الكثير من الناس الذين طلب منهم المال، وبعد وقوفه في ساحة انتظار السيارات طوال اليوم كلما استطاع الحصول عليه خلال هذه الفترة كان حوالي 100 شلن فقط. لم يكن يكفيه هذا المبلغ من المال للحصول على الطعام لمدة يوم واحد فقط. وفي أحد الأيام بينما كان ذاهباً لطلب المال من سيدة تجلس في سيارتها، كان يستعد لأن ترفض هذه السيدة طلبه، ولكنه حينما نظر داخل السيارة بدأ في البكاء فجأة، حيث كانت السيدة تجلس داخل السيارة وهي تضع أنبوباً لتنفس الأكسجين، بينما تخرج آلات صناعية أخرى تبدو وكأنها مرتبطة بجسدها لكي تبقيها على قيد الحياة. وفور رؤيته لهذه السيدة المريضة انفطر قلب الطفل المشرد الصغير. إنه يعلم جيداً أنه يمر بمرحلة بائسة من عمره، لأنه الآن يعيش في الشوارع بلا مأوى، ولكن بمجرد رؤيته لهذه السيدة أدرك على الفور أنها في حالة أسوأ من حالته بكثير. بعدها قرر الذهاب إلى نافذة سيارتها وأخذ يديها، ثم بدأ في الصلاة من أجلها، حيث أخبرته السيدة أنها في حاجة إلى عملية جراحية في رئتيها تتطلب الكثير من الأموال التي لا تستطيع أن تتحمل تكلفتها. فاستمر الطفل الصغير في الصلاة من أجلها، ثم أعطاها النقود التي كانت بحوزته والتي كانت عبارة عن 100 شلن والتي قام بجمعها من الناس ذلك اليوم. عرفته السيدة على اسمها وأنها تدعى غلاديس، فطلب منها أن تأخذ المال لكي تستطيع أن تقوم بإجراء عمليتها الجراحية. وفي ذلك الوقت كان هناك شخص غريب يمر بجوارهما مصادفة، وهو من قام بتسجيل هذه اللحظة بكاميرته الخاصة، ثم وضح سبب قيامه بذلك لأنه من الصعب أن ترى في كل يوم من حياتك طفلاً يقوم بهذا العمل البطولي ويتمتع بهذه الأخلاق العطوفة. وبعد أن تم تسجيل هذه اللحظة بالكاميرا، قام الرجل بإرسال الصور والقصة الحقيقية وراءها إلى مؤسسة اجتماعية تهدف إلى جمع الأموال عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي. ولم يمر المزيد من الوقت حتى أشعل هذا الفيديو مواقع التواصل الاجتماعي عبر العالم كله، حيث استطاع أن يشاهد ملايين الناس عبر العالم تصرف هذا الطفل البطولي تجاه هذه السيدة المريضة. وبعد ما فعله من أجلها، أراد جون أن يبقى بجوارها طوال الوقت ليطمئن عليها ويساعدها في مرضها، ولكنها كانت تعلم أنه يحتاج للمساعدة بقدر ما تحتاجها هي، ولذلك فقد قررت مساعدته واستطاعت أن تقنعه بالذهاب إلى إحدى الجمعيات المختصة بمساعدة الأطفال، ووعدته غلاديس أنها ستقوم بزيارته حالما تسترد عافيتها. لحسن الحظ بعد أن انتشر الفيديو الذي يجمعهما، بدأ الناس بالتبرع بالكثير من المال لكي تتمكن غلاديس من دفع تكاليف عمليتها الجراحية التي كانت بأمس الحاجة إليها، حيث بلغت حجم التبرعات التي وصلت للمؤسسة الخيرية حوالي 3 ملايين شلن. وبعدما انتهت غلاديس من إجراء عمليتها الجراحية، أرادت أن تبقي على وعدها مع جون، ولذلك ذهبت إلى المؤسسة الخيرية الخاصة بالأطفال التي كان جون قد وعدها بالبقاء فيها. وحينما وصلت إليها وجدت أن سيدة تدعى وونغ بوغا قد تبنت جون، وقد كانت سعيدة لكونه قد وجد الحب والرعاية الكاملة من عائلة تقدره وتحترمه.